أنا عبد الكريم، أنا عبد الكريم، جثة الصوت في حنوطها، والتلفاز نافذة للموت في كل بيت. أخذوني للمراجيح وتحت أعواد المشانق، كانت الأعياد أعيادي مباركة، وصوتي لا يفارق، مأتم واحد ليس يكفي لتأنيب ضميري. أنا عبد الكريم، زينة فرسانكم في زمان الألق، بسيوف الورق سأفتح درب الجميع إلى دولتي، حيث تبيت الحمامة في حضن صيادها، ويغفو شمعدان المحبة تحت جفون الأرق. أنا عبد الكريم، نشرتي ونشوري في تمام التاسعة، هل كنت معنا في مسلخ الضوء في الغرفة الناصعة؟ نعم. هل كنت معنا إذ أطلق الموت مذياعه في الأثير؟ نعم. هل كنت أقرب من مساميرنا إلى جرحنا؟ نعم. ثم أغوتك الدماء فطرت إلى دمنا. نعم. نعم. نعم.